معنا استاذ سيد علي السيد، مصمم ازياء ومدرب باترون وباترونست وصاحب قناه لتعليم الخياطه على يوتيوب. استاذ سيد، خلينا بقى نرجع لحته المهارات مره تانية. ايه المهارات اللي المفروض انت دلوقتي مثال للشباب؟ اوكي، انت اخدت سكه مش ايه يعني نمطيه بالظبط كده، ونجحت فيها، بتنجح فيها ان شاء الله النجاح كله، وشغال فيها ومبسوط بيها. فانت ازاي، احنا عايزين نعرف ازاي بدات القصه. انت قلت وانت في ثانوي وتعلمت على ايد باترون، محدش من عيلتك، محدش من جيرانك مثلا، لا انت لوحدك كده قلت السكه دي حلوه. ايه المهارات بقى اللي انت كنت شايف ان هي عندك، ولا انت اصلا ما شفتش، انت قلت اوكي انا عايز المكان ده وخلاص، ولا ايه اللي حصل؟ يعني حابب زي ما قلت لك انا كنت حابب موضوع التفصيل. اوكي، فلما انا مديت يعني بدات فيه، بدات كل مره استفيد حاجه، معلومه جديده، فبدات ان انا ابسط بان انا بنتج حاجه جديده بايديا. اوكي، فالموضوع بقى اشتغل معايا لان انا امتحنت، يعني جالت لي فرصه ان انا اشتغل في الوقت ده. موضوع الخياطه نفسه فرصه كبيره، يعني انت واصله لك، يعني الموضوع الخياطه مجال كبير واسع، تشتغل في اي وقت وفي اي حاجه، يعني في اي وقت وفي اي حاجه وفي اي منطقه، ممكن تقعد في البيت تشتغل. فلما جات لي اول اجازه في الصيف، نزلت العاشر من رمضان واشتغلت في شركه هناك من ملابسي جاهزه، وقبضت مرتب كويس جدا. ده امتى دوت بالظبط؟ السنه لا، وانت في سنتين مثلا؟ في ثانوي. حلو، في الاجازه بتاعت الصيف رحت اشتغلت في العاشر من رمضان. كنت اشتغلت ايه بقى هناك؟ اشتغلت على مكنه خياطه، كنت بركب جيب بنطلون جينز لسه متذكر يعني، فقط بس. ما هو ده اللي بتعمله كل يوم؟ ما هو في الملابس الجاهزه بقى بيشغلك بالانتاج، دي حاجه. فانا كانت شغلتي تركيب الجيب جينز. حلو، فقبضت مرتب كويس في الاجازه. حلو، وعلى مكنه وحاجه محترمه وشغل زي الفل. عجبتني بقى موضوع الخياطه، قلت انا لما اخلص كل طب اجازه. يعني جات لك فرصه بالصدفه مثلا، حد من صحابك قال لك ولا انت؟ قولي ماشي. ايه حصلت ازاي يعني، انت فجاه رحت ازاي؟ والله انا رحت عادي، هم قالوا في عايزين طالبين خياطين على المكان، رحت معاهم وقعدت على المكان عادي. ومن ساعتها بقى عجبتك؟ عجبتني بقى الموضوع ده. تمام. وانا فيها كنت حابب الخياطه. اوكي، فبدات اتعلم اكتر لحد ما بدات اقفل القطعه على بعضها، فبقت سميت كده فيها ايه، مساعد صناعي او صنايعي. فبقيت اشتغل ان انا اقفل الحته على بعضها، فبدا الرحلة حاجه تانية، لان ما بقتش شغال على مكنه بس، بقيت شغال على صنايعي. فلقيت ان دي مهنه بالنسبه لي مناسبه جدا. أوكي. وشغلها احسن بالنسبه لي من الايه، من الوظيفه. حلو قوي. سنه 97 نزلت اشتغلت في ملابس الجاهزه في بورسعيد. اوكي، قعدت فيها سنتين ونص، وكنت باخد يعني يعتبر مرتب كويس جدا. حلو جدا. فلما رحت اشتغلت في بورسعيد السنتين ونص دول، اتعلمت بقى، كنت بدات ان اتعلم في الحريمي واتخصص في الحريمي، وبالنسبه للارباح او المكسب في بورسعيد في المصنع، وكنت بشتغل تاني بالليل بعد ما خلصت كده، وكنت بمسك فلوس كويسه جدا. طب بالليل كنت بتشتغل ايه؟ كنت بفصل بعد المصنع، كنت بروح اشتغل في اتليهات وافصل. حاجات خاصه بقى. بس مش انا على ناس ايوه، بس ما كنتش بتاعتي. بتعرفت على ناس ورحت اشتغلت معاهم بتساعد. بفصل، لا بس مش بساعد، بس صنايعي عنده، يعني صنايعي هو بيقص وانا بقفل كده. اوكي، بتكملوا بعض. بعد الوقت كده انا اشتريت مكنه ليا خاصه. حلو، بدات ان انا اخد منهم الشغل عندي. بعد كده فتحت محل يتفصل للزباين، فالزبون ده اللي هنا في اسماعيليه. بدا الزبون بقى يعني يعجبه يجذبه مكانه، وهكذا لحد ما ايه الدنيا بقت ماشيه احسن. لحد ما جات لي وقت عملت ورشه خاصه بيا، مصنع صغير قعد معايا بتاع حوالي اكتر من 4 سنين. حلو، كنت بصنع فيه الملابس اللي هي بتاعت المحجبات زي السلال والابناء والملحفه والخمار والحاجات دي كلها. كنت بوزع في اسماعيليه وفي شمال سينا وجنوب سينا، وكنت بوزع في الامطار. حلو، بعد كده بقى كان الجو ريح شويه بعد شويه دروبات كده. تمام، فبدات ان انا لقيت نفسي فاضي يعني، وبعدين بدات موضوع اليوتيوب دوت. طب ايه المهارات الاول؟ المهارات كايه فيهم، مصمم ولا الترزي ولا اي حاجه عامه او حاجه؟ خلينا نتكلم عن الترزي الاول بما انها حاجه مهنه. المهنه الترزي حرفه. اوكي، مفيش حد بيكتسبها الا لما بيقعد على ايد ايه، خبره يعني. الترزي خبره، لازم يبقى قاعد على ايد صنايعي يعلمه بايديه. مهما تحاول انك انت تعلميه بورقه وقلم مش انت ممكن يعرف يقص، ممكن يعرف يخيط، لكن يحترفها ويشتغل الناس ويفصل ويعمل بايده، لازم يكون خبره خدها على ايد حد. تمام، حلو. فزي بيقول ايه، بيتاخد ايد على ايد واحد على ايد واحد على ايد واحد. اوكي،
المصمم الاحتراف بتاعه فنه وابداعه. حلو. ان هو ممكن يعمل حاجة واحدة تنقله نقلة تانية خالص. اوكي. بفكره جميل جدا. فهو دوت ديت بقى. يعني المصمم ده بتبقى يعني من موهبة. عند ربنا. موهبة. موهبة من عند ربنا. هو بيسكلها اوكي. لكن هي اصلا في الاساس من عند ربنا. من عند ربنا. بس. هو بيتقولها كده. بس برضو لازم ياخد لها مجموعة من الدورات. يعني ازاي يعرف ينسق الالوان. ازاي يعرف الباترون. ازاي يعرف. يسكلها بقى بالدرس والتدريب. وفي اتجاهات القماش. اتجاهات النسيج. فبيكملها علشان لما يجي يبدع حاجه حلوه في مجال واحد يقدر يمشي من خلاله فيكون متفوق يعني. اما بالنسبه للحاجه اللي هي الباترونست زي ما قلت لك ان هي دراسه وخبره. لان هو لازم يشوف الحته ازاي, يعرف الموديل اللي بيمشي ازاي, يتوسع نسبه قد ايه والحاجات دي كلها. تمام. طيب خلينا نتكلم بقى على قناه اليوتيوب. ايه اللي خلاك اصلا تفتح تعمل قناه على اليوتيوب وتبدا تتكلم فيها؟ والله انا قناه اليوتيوب دي هي جت معايا كده. اول ما بدات سنه 2015. تمام. وكانت تعتبر اول فيديو ليا كان حوالي في شهر 5 2015. اوكي. كان في يعتبر من اوائل الناس اللي كانت بتعمل فيديوهات على اليوتيوب. أوكي. لان في التاريخ ده كانش تقريبا في حد بيعمل فيديوهات على اليوتيوب الا واحد او اتنين بكتير يعني. فكان في بعض الخياطات كانت بتسال اسئله بظنها بسيطه على النت, فما كانتش مستاهله حاجه, وكانت يعني كانت بشعر منهم ان هم متضايقين جدا ومش عارفين يوصلوا المعلومه. فعملت فيديو صغير ونشرته لهم على الفيسبوك يشرح الحته اللي هم كانوا بيسالوا فيها. ده بالتدريب بتاعك بتاع المحافظه؟ لا لا, انا كنتش لسه بدرب خالص. مين اللي كان بيسال؟ الناس بتسال على الفيسبوك على مواقع الخياطه. اوكي. انت بتشترك بقى في مواقع الخياطه وكده. فرحت اعمل فيديو صغير ورحت نشره على احد الصفحات. حلو. اتمسح الادمن بتاع الصفحه راح مسحه. اوكي. سالت ما عرفتش ايش السبب. ف طبعا زعلت شويه, فقالوا لي ممكن تنشر ايه على اليوتيوب وتشير منه. حد مسحوه ما مسحوش ايه هيفضل الفيديو موجود على اليوتيوب. فنشرته على اليوتيوب لقيت فيه تجاوب كويس. حلو. فضل بقى الايه التجاوب يشتغل اكتر. كان اليوتيوب بيتكلم في ان كان عندي حوالي وصل 100 مشترك مثلا على فيديوهات او فيديوهين. ف 100 مشترك دي كانت تعتبر حاجه حلوه يعني. فبعدين ببص قعدت انزل فيديوهات. طيب احنا في تليفون, ممكن اخد التليفون ونكمل؟ ماشي. في البرنامج. الو. الو. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاستاذه زينب الشريف. الاستاذ يا غني على التعريف محمد امين اسمي. انا عايزه من الاسماعيليه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذه. الف تحيه للاستاذ سيد علي السيد. ربنا يخليك وليك كمان. اهلا بيك يا فندم. الله يخليك يا استاذ سيد. عمر يا فندم. انا متابع الحديث من اوله. اهلا بيك يا فندم. ربنا يصلحك. الله يخليك. والاول مره اعرف من حضرتك المقصود بالباترون والباترونست. انا في الاول انا كنت فاكر انها حاجه بتتاكل. لا, وضحت لنا الامور دلوقتي يا استاذ سيد. اهلا بيك يا فندم. ومنكم نستفيد والله. ربنا يجعلك. استاذ محمد, حضرتك ايه رايك في المجال ده بالنسبه للشباب اللي بيطلعوا عايزين يتخرجوا ويشتغلوا في حاجات عاديه خالص, اللي هي يعني شغلانات موظفين عاديه, لكن ايه رايك مثلا في حاجه زي دي؟ والله اتجاه جميل قوي يا استاذه زينب. انا مأيد فيها الاستاذ سيد وربنا يوفقه. يا أستاذة زينب. نعم. احنا بالمناسبة بنتكلم دلوقتي الحديث عن الملابس. انا تذكرت